بيجرب حظك. عم تشوفوا وراي هالمجموعة من الكلمات يلي هن سر اعتذار، عتب، ندم، شكر وقرار، عم يقطعوا ورا بعضهم. بدي اياكم كل شخص بالوقت اللي بيكون دوره فيه يقول ستوب. مجرد تقولوا ستوب توقف. سحر سحر صدقوني. بكيت بدهلا دغري. شوف جربها جربها محمد. ستوب. شفت؟ جربها مرة ثانية. اوكي. واو. ستوب. شو هالإنجاز؟ تاخذ نبرة الصوت. بدك ندم ولا عتب؟ يعني على شو ندمان؟ هلا يعني الواحد كل يوم بيتعلم لو وين ما وصل وشو ما عمل، كل يوم بيتعلم اشياء جديده بحياته. غلط واحد يقول على طول انا يعني، او يفكر او يتعاطى مع الناس انه انا بعرف كل شيء وانا الصح وانا كذا وانا، فاكيد بندم شوي مش كثير على بعض العلاقات مع بعض الناس وطريقه التعاطي معهم باسلوب معين. بندم على هذا الطريقه وهذا الاسلوب وعلى نظره معينه كنت انظرها لناس، مع الوقت ومع الخبره تغير هذا الموضوع. نلي بس تكوني جاهزه قولي ستوب. ستوب. اعتذار. انا اعتذارك مقبول. لا انا ما بقبل بس باعتذار، بدي اعتذار مع بوسه. بدي بدي اعتذر مع بوسه، ما بقبل هيك الاعتذار من بعيد لبعيد. كرم عيونك. طفوا طفوا. كرم عيونك. هلا بيجي. حتى وقع لي شيء. يا سوري مجدي. لازم نعتذر من بعض كلنا سوا. يا مجدي. الاقربون اولى بالمعروف. كلنا لازم نعتذر. اعتذار نلي. هلا صراحة ماني من الأشخاص، مع إنه الاعتذار من شيم الكبار يعني، بس مش من الأشخاص أنا اللي كتير بيعتذروا يعني، بحاول إنه أتفادى الموضوع قد ما فيني وأقلب الحق على الشخص الثاني. نعم. بس إذا حسيت حالي وصلت لمطرح مسدود يعني بعتذر أكيد، لأنه لا أكيد لازم الواحد يعتذر. هلا شخص معين أعتذر منه؟ بركي بعتذر من كل الشباب اللي كسرت لهم قلبهم. والله. يعني هلا هول الشباب اللي قاعدين قدام الشاشه كرت الدمع من عينهم. عفاك قلت لي ناكس حدهم هالقد ومش وقلبهم انكسر. هلا شوف التليفونات، انا بعرف الشاب بيبقى حنون، احن من المره دايما. اسم الله عليك كثير. جواب على السؤال، شو اسم المخرج يلي موجود بالصوره مع سهى كيكانو؟ هو فيليب اسمر. وكم شخص جاوب على هالسؤال؟ 9922 شخص جاوبوا على هالسؤال وهن متابعين معنا بالحلقه. رح نسمع هون نسمع، رح نسمع نحن وياكم هالاوديو وبنرجع بنسال سؤال. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت ديني ويحملوا بلاها بلاها. وقفنا خيي، ما بقى بدنا نغني. لكن السؤال يلا نجاوب. 9922 شخص اذا بتجاوبوا غلط على هذا السؤال زعلان منكم. اي غنيه بحط مجدي مشموشي كرني على تليفون؟ 1 هالسيسان شو حلوين. 2 قديش كان في ناس. 3 مرتي حلوه ما بطلقها. 4 كلهم عندهم سيارات. والله اليوم في دور كثير لل سوري على التعبير للحمير بالحلقه، كلهم عندهم سيارات وجدي عنده حمار. بالاول طلع لنا حمار
في كثير حميم. يا ريت بنرجع هالغنية اللي سمعناها هو بحطها على تليفون. بس قد ايه بتهديك هيك وبتروقك الصبح بتكون؟ جدا عن جد؟ جدا طبعا. لو بتشوف وسام انا قد ايه بدق له تسمعه على عدد الدقائق يعني انت هو بس يتصلوا فيك بتطلع هالغنية دغري بتطلع دغري بتطلع ايه قديش كان ما فيك توصل بسرعة. طيب سهى جربتيها دخلي؟ ستوب قرار بدك تخبرينا عن قرار اخذتيه. اي اخذت قرار كثير صعب بحياتي من اول الشتويه بس اكيد شيء خاص ما بقدر اقوله على الهواء. بعتذر. حمستينا وانا جلست قعدتي بجلسه هيك انا بعتذر. ما فيك تقولي ليه هو قرار هالقد يعني قرار خاص لإلك الحياة يعني هيدا القرار بعد 10 سنين أخذته. بعد 10 سنين بتعمليه ولا صار لك 10 سنين عم تفكري فيه؟ أخذت هيدا القرار وبده يكون كثير قاسي وقعوا على أصحاب القرار، الأصحاب اللي أخذت عليهم قرار. إيه أخذتيه هلا القرار ولا بعد 9 سنين؟ بأول شتوية أخذته، بس 9 سنين تأخر معي تأخذته. إيه بلشوا يحسوا بوقعوا ولا بعد؟ ما بتصور وبتصور اذا نعرف وقع هالقرار بده يكون. طب يلا خلينا نبلش هالقرار من اليوم. شو هو وقع هالقرار حيكون برايك؟ شيء خاص كثير وحق حق هيدا حقي يعني عندي حق. اوكي شيء خاص بالمهنه ولا بامور خاصه عندك؟ لا امور خاصه. مجدي ستوب عتب نعم تعرف انا ما عندي عتب على اول حلقه عتبين على الكل العتب على قد المحبه بيقولوا العتب على قد المحبه صح. يعني واحد انا بعتب على الاشخاص يلي عم بدقوا بتفيقوا طفي التليفون. انت قلت لنا افتح اس ام اس وراح عم بدقوا تيسمعوا الغنية أو لا تيجاوبوا على السؤال. بس بليز اسألوا ليش برايفت نمبر؟ لا قال لي برايفت نمبر هلا ولو سهى هو ما انتبه. بتطلعي له هي ما انتبهت ما انتبهت هي شو برايفت نمبر؟ بعتب على الأشخاص يلي بيكونوا اصحابك من بدايه الطريق كممثل اذا بدك او انت في منهم بتمد لهم ايدك يعني وبتساعدهم ولحنا في عنا تعبير بنقوله بتكبر الخسه براسهم. نعم صح يعني بيصيروا يضووا لمباتهم او اللي بعتب عليهم لانه يمكن لا يدرون ما يفعلون لانه هن مفكرين انه بهالشكل صار ما في مرحبا صار ما في انه بيتعالوا عليك بيتكبروا عليك. بعتب عليهم قد ما بحبهم انه هذا الشيء اخر شيء بده يوقعهم مش راح يوصلون لمحل. شكرا مجدي. السؤال يلي كان اي غنيه بحطها مجدي مشموشي كرني وقتها بتدقوا له بتسمعوها هي اثنين قديش كان في ناس كم شخص جاوب صح على هذا السؤال؟ حلو على الكاميرا 9541 يعني في ناس جاوبوا غلط على هذا السؤال مع انه غنيت لكم اياها و 9000 جاوبوا غلط؟ لا تقريبا 9922 شيل منها 9541 بيطلع لك تقريبا حوالي 381 شخص بجوز اجانب يمكن رح نتابع نحن وياكم حلقتنا مع ضيوفنا لليلة بعد الفصل الأعلاني.